اكيد بان بعد الفتيات مثلا عندهم 17 سنه، ولكن تسمع 17 سنه ولكن الحمد لله تشوفها تقول هذه عندها 30 ولا كذا 20. 17 عام وشي حاجه اكثر واش اسمع شعور 16 عام ونص. 17 عام ونص كيقول لي شحال غيعطيك الصدق، يقول لي اللي بغيتي يعطيها، كيعطي 100 درهم 100 درهم كلشي. البنات ما كاين حتى شي وحده كتشري هنا. الناس انا كان مسبقا تعرفوا بيناتهم، تمشي الابن تتعرف على الزوجه اللي بغا يدي، وتيكون عرس جماعي هذا النهار باش يعقدوا. انا اسميتي زين وانا 18 عام وخمس شهور، جيتي في اي تعدى شي اربع ايام ولا خمس ايام كنتزوج مزيان فرحانين كل شيء مزيان هو هذاك مبرعين. اكيد بان بعد الفتيات مثلا عندهم 17 سنه، ولكن تسمع 17 سنه ولكن الحمد لله تشوفها تقول هذه عندها 30 ولا كذا 20. والحمد لله اجراءات كوتي تمت بسلاسه، الحمد لله القادم مكلف التوثيق راه قبل الاجراءات ديالو على احسن ما ما يدار، والحمد لله اللي تذكر عاوتاني راه تقام هنا واحد المركز ديال القاضي المقيم في ميلشيل تقريبا هذا مواطن، وهذه بديل الحمد لله استحسن الجميع، وحتى الحمد لله رانا اشاره ديال هاد الناس باش جينا وقتوا هاد العقود هاد جينا نزوروا. ايوا غير هذا المسام مزيان صافي اختارت المسام ياش اللي كاين. وكيشرفني هذا الموسم يكون في البلاد ديالي، مرحبا باي واحد جا. الرساله اللي بغيت انا نوجه لهادو اللي كيسمعوا شي اشارات ديال انا البنات هنا كيتباعوا راه داك الشيء ما كاينش، اجي عيش معنا سوق معنا وشوف هما الدريات هنا والرجال ديالهم كلشي بالوراق ديالهم، ما كاينش شي حاجه اللي كتشري هنا. المهم غندي انا شلحه بنت بلادي وصافي. التقاليد اللي كيديروا مثلا كتزوج بها، المهم كتعرفوا كتجيو كتخطبوا هنا كديروا الوراق ديالكم، بعد كتمشيو كديروا العرس. وهادشي ديال الصداقه هذاك الشيء اللي بيتي فهمتي، كاين اللي كيعطيهم 1000 درهم 2000 درهم على حساب داك الشيء اللي فيتي انت فهمتي. يعني بزاف ديال البنات هنا ما كيشرطوش. جينا كنا كاينين شي وحدين كيقولوا هنا كيبيع العيالات، داك الشيء ما كاينش هنا، حنا غير كنجيو نزمو هنا باقي نرجع ندير العرس.